السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في الحلقة رقم 2 من سلسلة الوراثة. هنتكلم النهاردة عن انواع الصفات، وهنتكلم كمان عن حاجة اسمها السيادة التامة والسيادة الغير تامة. هنتكلم كمان عن التكوين الجيني بتاع الذكر والانثى، وازاي ده بيأثر في عملية التزاوج او في عملية الوراثة بتاعة الصفات. هنتكلم كمان عن حاجة اسمها الجين النقي والجين الهجين. فيلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا بيقول ايه. اول نوع من انواع الصفات معنا هي الصفة السائدة، ومن معناها او من اسمها كده ان هي صفة سائدة، يعني بتسود، يعني هي اللي بتظهر في الانتاج. طيب المعنى العلمي بتاعها او التعريف العلمي بتاعها، هي صفة تحتاج لجين واحد فقط لجاي تظهر في الانتاج. طيب نرجع للحلقة اللي فاتت، وليه قلنا جين واحد؟ علشان احنا قلنا ان اي صفة في الطيور او صفة عموما محتاجة ان هي او بتتشال على جينين متقابلين، جينين قصاد بعض، فهي جين واحد بس يكفي لظهورها في الانتاج، علشان كده هي صفة سائدة. طيب لو جينين هتظهر برضو في الانتاج، يبقى في حالة وجود جين واحد هتظهر في الانتاج ولكن هتكون حاملة لجين اخر حسب التزاوج اللي حصل. يعني لو هو مثلا عصفور لونه أخضر، وده بالمناسبة صفة سائدة، اتجوز عصفور لونه أزرق، فالعصفور اللون الأخضر ده لون سائد، فهيظهر في الإنتاج حتما ولا بد، وهيبقى الصفة المتناحية اللي هي اللون الأزرق هتبقى متشالة على الجين بتاع الصفة ولكن مش ظاهرة. فلما يجي العصفور اللي جاي من إنتاج من أبوين، واحد أزرق وواحد أخضر، يجي يتجوز بعد كده، ممكن يظهر في الانتاج بتاعه عصفور لونه ازرق، لكن هو حتما ولابد هيكون لونه اخضر. يبقى اذا عشان اللون الاخضر صفة سائدة، محتاجة جين واحد بس من الاب او الام علشان تظهر في الانتاج. لو الاب والام الاتنين لونهم اخضر، فطبيعي العصفور هيبقى لونه اخضر. لو العصفور الاب بتاعه لونه ازرق والام لونها اخضر او العكس، هيظهر برضو بلون اخضر، لكن هيبقى شايل الصفة المتناحية. ونيجي هنا بقى لمصطلح مهم برضو انك تعرفه، هو الفرق ما بين الصفة الهجينة والصفة النقية، او الجين الهجين والجين النقي. لما العصفور او الصفة اللي هي زي الصفة السائدة كده، اللون الاخضر، جه من اب لونه اخضر وام لونها ازرق، فاصبح العصفور ده عنده جين اخضر وجين ازرق، بغض النظر عن ان الجين اللي ظهر في الاخر هو الجين الاخضر، لكن هنا اصبح ده جين هجين. هجين ليه؟ علشان مش متماثل. لما يكون الجينين بتوع الصفة متماثلين بنقول عليه جين نقي، بنقول عليه صفة نقية، ما بنقولش عليه هجين. امتى نقول عليه هجين؟ لو الجينين مش متماثلين، زي الحالة اللي قلناها ان عصفور لونه اخضر ولكن احد الابوين لونه ازرق، فاصبح هو شايل الصفة الزرقاء لكن مش ظاهرة عليه، واللي ظهر عليه الاخضر، فاصبح الجين هنا جين هجين مش نقي. طيب ايه الامثله بتاعه الصفات السائده؟ اولا اللون الاخضر، اللون الرمادي، الاسبنجل، البندد، الجولدن، كل الحاجات دي، او ليلو فيس، كل الحاجات دي صفات سائده، يعني بتكفي جين واحد فقط من الاباء عشان تظهر في الابناء. نيجي للصفه رقم 2، وهي الصفه المتناحيه، ودي قلناها يعتبر في الصفه الاولانيه، هي صفه ممكن ان هي تبقى العصفور شايلها لكن مش ظاهرة عليه. يعني عشان هي صفة، عشان تظهر على العصفور لازم تكون موجودة بشكل مزدوج او بصورة مزدوجة، او موجودة على الجينين مع بعض. يبقى احنا قلنا ان كل صفة بتتكون او بتتشال على جينين، في حالة المتناحي لازم يكون الجينين بالصفة المتناحية عشان العصفور تظهر عليه. يبقى هي صفة لا يكفي ان تكون بشكل مفرد عشان تظهر، بل محتاجة ان هي تكون بشكل مزدوج او متشالة مرتين على كل جين عشان خاطر تظهر في الانتاج. وهي ده المصطلح بتاع السبليت، دايما بيكون مرتبط بصفة متناحية، عشان كده لما نقول ان العصفور ده سبليت لصفة، لازم تكون الصفة دي صفة متناحية مش صفة سائدة، لان الصفة السائدة بتظهر سواء كان الابوين نفس الصفة او فرد واحد بس منهم
هو اللي شايل الصفات. طب ايه الامثله بتاعه الصفات المتنحيه؟ زي اللون الازرق، زي كلير وينج، زي الجراي وينج، زي كمان الوايت فيس. كل دي صفات متنحيه، يعني في حاله ان هي تزوجت مع صفه سائده هتظهر الصفه السائده في الانتاج، مش هتظهر الصفه المتنحيه، هتحمل بس على العصفور ولكن مش هتظهر عليه. نيجي بقى للصفه رقم 3 وهي الصفه المرتبطه بالجنس. من اسمها كده هي صفه بيتحكم او بتحمل على الجينات الجنسيه، تمام، هي بتحمل على الجينات الجنسيه، وده يخلينا لازم نفهم ايه هو التكوين الجيني بتاع الاب او الذكر والانثى. الذكر بيبقى التكوين الجيني بتاعه اكس اكس، يعني بنرمز له بحرفين اكس جنب بعض، اما الانثى او التكوين الجيني بتاع الانثى بيبقى اكس واي. فهنا دي اسمها الجينات الجنسيه بتاعه الايه، يعني احنا دلوقتي الصفه ديت مش زي الصفات الثانيه بتحمل على الجينات الوراثيه العاديه، لا هي بتحمل على حاجه اسمها الجينات الجنسيه. يعني باختصار او بشكل مبسط، الصفه ليها شكل او شكل وراثتها او طريقه توريثها بيختلف ما بين كون الطائر ده ذكر ولا انثى. طيب ايه اللي بيحصل في الصفات ديت؟ مثلا هنضرب مثل بصفه الالبينو او اللاتينو، لان دي صفات مرتبطه بالجنس. هتلاقي الصفه ديت بتحمل على الجين اكس مش الجين واي. طب لما نيجي نشرح عمليه الوراثه بتاعه الصفه ديت كده بالورقه والقلم، هتلاقي علشان الجين ده موجود على الجين الاكس او الصفه دي موجوده على الجين اكس، الانثى عندها اكس وواي. طيب في حاله تزاوج او في حاله لما اخذنا الاكس بتاع الذكر والواي من الانثى، الواي هنا ما عليهاش الصفه دي. ليه؟ علشان احنا قلنا ان دي صفه بتحمل على الجينات الجنسيه وهي مش موجوده على الجين واي. فلما هنجيب الجين واي والجين اكس بتاع الذكر، هيبقى المتحكم في ظهور الصفه هنا مين؟ هو الجين اكس اللي جاي من الذكر مش الجين واي اللي جاي من الانثى. علشان كده بنسميها صفه مرتبطه بالجنس. طيب هنبسط اكتر ازاي؟ هي صفه الاب وحده هو المسؤول عن تمريرها للاناث من الجيل الاول. يعني ايه؟ يعني لو الذكر حامل للصفه وظهر عليه، مش هنقول حامل بقى للصفه، الذكر هنا البينو يعني شايل الصفه وظهر عليه، وجوزناه لعصفوره انثى عاديه ملهاش علاقه بالالبينو، فالذكر يقدر يورث الاناث الصفه، بناته بس اللي تشيل الصفه وتظهر عليها، هتشيل الصفه وتظهر عليها. ليه؟ علشان احنا لما اخذنا الجين واي من الام اللي هو ما بيشيلش الصفات المرتبطه بالجنس، بعكس الجين اكس اللي من الذكر اللي بيشيل الصفات المرتبطه بالجنس، وجوزناهم او التقوا مع بعض كده، مين اللي اتحكم في ظهور الصفه؟ هو الذكر. فكون لي اكس واي يعني انثى في الانتاج، الانثى شايله الصفه بتاعه الاب وظهر عليها. طيب لو عكسنا وشفنا دور الام في انتقال الصفه، هنلاقي الام ما بتنقلش الصفه بشكل مباشر. الام تقدر تخلي الذكور من اولادها حاملين للصفه بس مش ظاهره عليهم. ليه؟ تعال نبص على التركيبه كده او التزاوج، الخلطه بتاعه المعادله بتاعه التزاوج. الانثى دلوقتي عندها جين اكس واي، واحنا اتفقنا ان الصفات المرتبطه بالجنس لا تحمل على الجين واي، بتحمل على جين اكس. ولو النتايه ديت البينو او لاتينو يعني صفه مرتبطه بالجنس، يبقى معنى الكلام ده ان الانثى هنا الجين اكس بتاعها عليه الصفه بتاعه المرتبطه بالجنس. فلما ناخد الاكس بتاع الانثى مع الاكس بتاع الذكر اللي مش شايل الصفه ومش ظاهره عليه، يعني احنا هنا عكسنا، جوزنا الانثى اللاتينو او الالبينو لذكر عادي خالص ملوش علاقه بالصفه دي ولا شايلها ولا سبلت ليها ولا اي حاجه. اخدنا جين الاكس اللي حامل وشايل الصفه بتاعه الالبينو او اللاتينو، واخدنا هنا برضو الاكس من الذكر اللي مش شايل الصفه، فاصبح بقى عندي اكس اكس.
جين منهم جاي شايل الصفه وجين تاني مش شايل الصفه. الجين اللي شايل الصفه اللي جايه من الام، والجين اللي مش شايل الصفه اللي جايه من الاب. فبالتالي اصبحت الذكور بتاعت الانتاج ديت سبليت للصفه، حامله للصفه، عشان الصفه دي متنحيه فما ظهرتش، محتاجه تظهر، محتاجه هي اللي تكون موجوده بشكل مزدوج، او يكون الجين التاني واي ما بيحملش الصفه عشان خاطر تظهر. طيب عايزين نبسط الموضوع اكتر، يبقى هنقول ان الذكور وحدها فقط القادره على تمرير الصفه بشكل مباشر للاناث من الانتاج، اما الاناث تقدر لو هي شايله للصفه وظهر عليها تقدر تخلي الذكور بتاعتها حامله للصفه ولكن مش ظهر عليها، تظهر في الانتاج بتاع الجيل الثالث. يعني ده الجيل الاول لما يتجوز ينتج جيل كمان، الجيل ده يظهر عليه الصفه بتاعت الام اللي هي صفه مرتبطه بالجنس. نيجي لاخر مصطلح معانا او اخر حاجه عايزين نشرحها في الفيديو بتاع النهارده، وهو مصطلح السياده التامه والسياده الغير تامه. السياده التامه خلاص عرفناها في الشكل بتاع اللون الاخضر واللون الرمادي، وهي ان جين واحد فقط قادر على ظهور الصفه بشكل مماثل للصفه لو حتى جينين كانوا موجودين. يعني جين واحد زي جينين في حاله ظهور الصفه والشكل الخارجي او المظهر بتاع العصفور. يعني اللون الاخضر لو الاب لونه اخضر والام لونها ازرق، العصافير هتبقى لونها اخضر، مش فارق عصفور في الظاهر بتاعه لونه اخضر من عصفور تاني ان الابوين بتوعه الاتنين لونهم اخضر. يعني لو جبنا عصفور لونه اخضر وعصفور تاني لونه اخضر، هنا الاب والام لونين مختلفين منهم واحد اخضر، وهنا الاب والام الاتنين خضر، ظاهريا ما تعرفش تفرق ما بينهم. يبقى دي صفة سيدة سيادة تامة بتظهر بنفس الشكل في حالة وجودها بجين واحد او بجينين. طيب ايه بقى السيادة الغير تامة؟ السيادة الغير تامة هي صفة سائدة ولكن بتحصل، يعني بيبقى في فرق ما بين الشكل الخارجي ليها لو الجين واحد بس هو اللي شايل الصفة او الجينين شايلين الصفة. بمعنى اخر لو الصفة دي سائدة نقية او سائدة هجينة. السائد النقي بتاعها بيبقى له شكل والسائد الهجين بتاعه بيبقى له شكل. يعني هتلاقي دايما السيادة التامة مرتبطة بمصطلح سنجل فاكتور ودبل فاكتور، عامل مزدوج وعامل مفرد. يبقى دايما كده لما نشوف كلمة سنجل فاكتور ودبل فاكتور او عامل مزدوج او عامل مفرد، يبقى دماغنا تروح دايما لفكرة السيادة التامة والسيادة الغير تامة. بمعنى اكتر عشان نبسط، عصفور الاسبانجل المشهور جدا وعصفور البندد المشهور جدا، طفرتين مشهورين جدا، بتسمع دايما يقول لك ده اسبانجل سنجل فاكتور، ده اسبانجل دبل فاكتور. نفس الكلام بالنسبه للبندد، بندد دبل فاكتور، بندد اسبانجل فاكتور، او بالعربي عامل مزدوج وعامل مفرد. والعصفور شكله بيختلف لو كان سنجل فاكتور ولو كان شكله دبل فاكتور. يعني مثلا العصفور الاسبانجل السنجل فاكتور بيبقى شبه بندق اللي قاعد معانا ده، بيبقى علامات الجناح موجودة عادي، واللي بيسموها قشر السمك علامات قشر السمك او العلامات المقلوبة. لكن في حالة وجوده بشكل دبل فاكتور بيكون اللون بتاعه اصفر سادة خالص او ابيض سادة خالص، وفي الحالتين بيكون لون العين اسود. اما العصفور البندد برضه بيكون في حالة السنجل فاكتور بعلامات متماثلة شكل الخريطة على الجناح والظهر، في حالة لما بيكون بعامل مزدوج او دبل فاكتور بتكون العلامات اقل ومنتشرة بشكل اقل على جسم الطائر. يعني هنا السيادة في سيادة تامة وسيادة غير تامة. كمان ليها مثال تاني هو الجولدن فيس او اليلو فيس. الجولدن فيس لما بيكون بعامل مفرد بتلاقي العصفور اللون الاصفر منتشر على اغلب جسم الطائر، لكن لما بيكون بشكل مزدوج دبل فاكتور بتلاقي اللون اكتر على الوش بس وبعض ريشه كده من الجناح والديل، لكن كمان بيكون اللون ازهى في حاله الدبل فاكتور. فدي حاجه اسمها سياده تامه وسياده غير تامه. يعني شكل الصفه الظاهري بيختلف في حاله وجود الجين بعامل مزدوج او عامل مفرد.
طيب في حالة كمان تزاوج الجينات اللي هي ذات صفات سائدة ولكن سيادة غير تامة، هل بيحصل حاجة مختلفة في الإنتاج؟ آه بيحصل حاجة مختلفة في الإنتاج. هديك مثالين. المثال الأول هو مثال جوازة الإسبانجل والدبل والبندد، بيحصل ميكس ما بين الطفرتين، مش طفرة منهم اللي بتظهر والطفرة التانية بتختفي، بيحصل ميكس ما بين الطفرتين وده بسبب السيادة الغير تامة. كمان بالنسبة للجولدن، الجولدن يسود أو سائد على اليلو فيس وعلى الوايت فيس، لكن علشان يظهر بشكل اللي احنا عايزينه اللي هو الدبل فاكتور لازم يكون بشكل عامل مزدوج. لو انت جوزت عصفور جولدن فيس سنجل فاكتور عصفور وايت فيس، طبعا الوايت فيس عشان صفه متناحيه فلازم تكون نقيه يعني موجوده بشكل جنين، هتلاقي جزء من الانتاج جولدن والجزء الثاني وايت فيس. عكس لما قلنا بنجوز الاخضر لعصفور لونه تاني لونه ازرق فكل الانتاج بيبقى لونه اخضر عشان دي سياده تامه في اللون الاخضر، لكن في الجولدن فيس دي سياده غير تامه، الجولدن فيس سائد على اليلو فيس واليلو فيس سائد على الوايت فيس. طيب هضرب لك مثل بقى ومش عايزك تتلخبط، ان زي السيادة الغير تامة دي بتحصل حتى كمان مع بعض الجينات المتناحية، يعني بتلاقي جين متناحي وجين متناحي الاثنين غلابة لكن واحد منهم بيسود على الاخر، يعني هتلاقي امثلة يقولك الجين ده متناحي مع كل الصفات ولكن سائد على صفات معينة. يعني ايه؟ يعني في حالة وجود جين متناحي مع جين اخر متناحي لكن الجين ده له السيادة عليه، السيادة بتاعته الصفة دي هتظهر على الانتاج ويتعامل زي ما يكون هو اللي سائد مش الصفة المتناحية التانية. فحتى في ما بين الصفات المتناحية في سيادة، في صفة متناحية بتكون تأثيرها اقوى وبتظهر في الانتاج عن صفة متناحية تانية. طيب في حاجة كمان عايزك تاخد بالك منها، هي ان برضو في سيادة غير تامة بتحصل ما بين الصفات المتناحية، واشهر مثال ليها هو صفة الكلير وينج والجري وينج. الصفتين دول لما بنجوزهم لبعض مفيش حاجة منهم بتغلب التانية، ما بيطلعش في الانتاج كلير وينج وجري وينج، بيحصل ميكس ما بين الطفرتين وبينتج لنا حاجة اسمها الفول بادي. الفول بادي هو بيكون خليط ما بين الكلير وينج والجري وينج اللي بالمناسبة الاتنين صفتين متناحيتين. اتمنى تكون المعلومات اللي في الفيديو دي وصلت بشكل مبسط واكون لميت الموضوع كله. كده الفيديو او الحلقة رقم 2 من سلسلة الوراثة خلصت. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وكمان تدوس لايك وشير عشان خاطر الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن، ولو محتاج اي فيديو نعمل عنه يعني اي موضوع نعمل عنه فيديو اكتب لنا في التعليقات، هكون مبسوط جدا برأيك وتعليقك واشوفك في فيديو جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.